اليوم عملنا واحد الرحله اللي هي رحله ثقافيه مع عزيزه جمال، وهذه النوعيه اللي هي جات بها جديده هي ارت اون مي. انا تنعتبرها بانها شيء جديد على الثقافه والرسم التشكيلي المغربي، اللي هو فكره جميله حيث انها تصمم اللباس قبل ما تضع عليه واحد الفن اللي هو معبر جدا. إذن فهذه الجولة اللي عملناها في الفوتوغراف في واشنطن دي سي، عملنا بعض الصور اللي هي يمكن تستعملها في المستقبل القريب في المناسبة اللي هي تستعد تقوم بها، ونادي واشنطن المغربي الأمريكي يعني كان فرحان باش يستقبلها ويستقبل هذه الثقافة اللي هي إن شاء الله تكون بداية وتنشوفها بأنها واحد نوعية جديدة في الفن الجديد. مرحبا بكم في واشنطن دي سي. كنحييكم وبغيت نقول لكم انني اليوم تعرفت على اون غران دام عزيزه جمال، لا كرياتريس دو ارت اند مي. ما شاء الله عليها واشنطن، درت ان بروجي انكرويابل، ديزاين واعر، الناس فرحانين بها بزاف بزاف بزاف. انا جافي لونور دو لا رونكونتري اون بيرسون، اون غران دام تبارك الله عليها لاله عزيزه، جو سوي فيير دو فو. Thank you.
السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة: إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.